اطلع بره الكلام ده، ولكن خليني اروح للتحكيم. تحكيم، لانه انا للاسف الشديد، او مش للاسف، انا هفضل بهذا النهج، انا هفضل على هذا النهج، وهفضل اتكلم، وهفضل اقول ان انا حزين جدا على رحيل كلاتنبرج، لانه للاسف مستوى التحكيم لم يكن من وجهة نظري. انا بحب كابتن البنا جدا جدا وبحترمه جدا، معرفوش بشكل شخصي ولكن بحبه واحترمه كشغل، واذا كنت بنتقد فانا بنتقد اداء. وجهة نظري ان التحكيم لم يكن جيدا. انا كسبت اللقاء 4-1، النادي الاهلي كسب الزمالك 4-1، ولكن لما تغاضى عن ضرب الجزاء للنادي الاهلي، لما تغاضى عن طرد لاعب، شفنا التدخلات من الفار كانت في اتجاه واحد فقط، شفنا تغاضي عن انذارات مستحقه، كان في احتواء في الماتش. الحقيقه من وجهه نظري ان دي دايما اسوأ حاجه، زي ما حضرتك شايف، مش انا اللي بقول اهو، مش انا اللي بقول، نفسنا في عداله تحكيميه، ولكن وسط هذا الظلم التحكيمي استطاع النادي الاهلي ان يفوز لانه الافضل، مش عشان عمل الكره كده ولا مش عارف خد المايك ازاي، لا، ولكن عشان النادي الاهلي افضل، عشان سحر النادي الاهلي، عشان سحر النادي الاهلي. مش عايز اتكلم عن حالات فنيه، ولكن هتكلم عن حاجه تانية خليني اتكلم مع حضراتكم فيها. كابتن توفيق السيد، وانا بقول بالاسم اهو، وعلى فكره لا معرفوش، يعني ممكن يكون حكم لي ماتشات بتاع اكتر من كده، لا معرفوش بشكل شخصي، ولكن كابتن توفيق هو المسيطر على لجنة الحكام. مرة يطلع يصرح بنفسه، ومرة يستخبى ورا كلمة من ويقول مصدر في لجنة الحكام، كده يمشي وكده يمشي، كده ينفع وكده ينفع. أنا حضرت بعد تطفيش كلاتنبرج وقلت يا ناس الراجل ده رجل جيد، كلاتنبرج يمكن كان عنده مشكلة إن هو ما بيجيش كتير، وكنت بقولها لحضراتكم على الهوا، لكن الخواجة الجديد ده بريرا ده شايل إيده خالص، سايبه للناس التانية، وطلع هو طلع نفسه اعترف بهذا الكلام في مؤتمر صحفي. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين مسؤولين لجنة الحكام، توفيق السيد أو غيره، كابتن توفيق السيد أو غيره، ماشيين بنفس السيستم القديم اللي هم متعودين عليه، اللي هو أخطاء الحكام طب تبقى دايما واضحة ومخالفة للقانون، ويطلعوا لك لا الحكام بتوعنا صح. والله مش بالعافية يا كابتن فاروق، يعني يا كابتن توفيق كمان، هل حضرتك عايز تقول هات لي ركله الجزاء تاني؟ حضرتك عايز تقول ان الكره دي مش ركله جزاء؟ ازاي؟ كل الناس وكل الخبراء اتكلموا في هذا الامر اهو. والله ما كلام اسلام يا كابتن توفيق ولا كابتن فاروق، ماشي هي هتقول لي وجهات نظر، ولكن هي شدت الفانيلا وجهات نظر؟ هي شدت الفانيلا وجهات نظر؟ انتوا حاطين نفسنا ليه؟ فيعني اللي اقصد اقوله من فضل حضراتكم، عايزين تطوير في التحكيم، وانا اتكلمت مع حضراتكم، خلاص يا سمير تعالى، اتكلمت مع حضراتكم قبل كده، حصلت حكايه من كام يوم في اتحاد الكوره قبل ماتش الاهلي والزمالك، كان في اجتماع مع الحكمات او المحكمات اللي هم الحكام البنات، عشان باعتين شكاوى كثيره لبريرا على اسلوب اداره لجنه الحكام. انا بتكلم اهو بمنتهى الاحترام، وحضر الاجتماع ده كابتن توفيق السيد وكابتن محمد فاروق وكابتن هيام بركه المسؤوله عن التحكيم النسائي وكابتن احمد ابو العيله. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان اللي حصل في هذا الاجتماع هو مهزله. اتهامات متبادله ما بين المحكمات وما بين اعضاء اللجنه في اكتر من موضوع، منها تحكيم تعيينات المحكمات في المباريات والسفريات بعد اختيار اثنين بعينهم دون غيرهم للسفر لدوره في الامارات، وحاجات بقى من هذا القبيل. انا اقدر افتح كل هذه الكلام، كل هذه الامور، لانه في النهايه من وجهه نظري ان الخناقه دي تبدو انها اثرت على لجنه الحكام جامد، لدرجه اننا بقينا نشوف تصريحات غريبه جدا ودفاع عن الاخطاء. ما تطلع يا كابتن فاروق تقول ان ركله الكره بتاعت حسين الشحات دي ركله جزاء، ولا اطلع يا كابتن توفيق قول هذا الكلام. حاجه غريبه جدا. الغريبه انه طلع مصدر من لجنه الحكام، زي ما قلت لحضرتك بقى في البدايه، طلع من البدايه وقال ايه؟ واحنا عارفين المصدر مين. طلع قال لك لا مش ركله جزاء. طب ما تقول اسمك عشان نقدر يعني على فكره مش هيحصل حاجه، عشان نقدر نتناقش مع حضرتك.
او قول لنا ايه اللي حصل ما بين الفار والحكم زي ما كان كلاتنبرج بيعمل. بس الواضح ان المشاكل كتيره قوي جوه اللجنه. هل الخواجه مش واخد باله؟ اهم حاجه ان مرتب الخواجه ماشي ولا مش ماشي بس عشان نبقى يعني. وخطاب النادي الاهلي لاتحاد كره القدم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. احنا بقالنا سنتين قبل السنه دي، بقالنا سنتين وخلي بالك السنه دي كتير، وهعمل حلقه كامله عن وهجيب كابتن ناصر عباس واشوف مين تاني ممكن يجي وحوري لحضرتك الاخطاء اللي حصلت مع النادي الاهلي. وعلى الرغم من كده لان هناك جماعيه وكل حاجه وايدينا في ايدين بعض، جمهور واداره ولاعبين، قدرنا نكسب هذه البطوله الدوري السنه دي. الكلام اللي انا بقوله ده وانا كسبان الدوري، وانا كسبان الدوري مش بقوله وانا خسرانه. جواب النادي الاهلي يجب ان يعني يتم النظر ليه بعين الاعتبار، ولا بد من انتقاء او بيان النادي الاهلي، ولا بد من انتقاء حكام للفار بشكل جيد، ولا بد من رفع مستوى التحكيم. لو حضرتك جيت تسالني هقول لك يا ريت كلاتنبرج يرجع، والله بجد انا بتكلم بجد على فكره، يا ريت كلاتنبرج يرجع، لانه لما كانش لما كان موجود ما كانتش الاخطاء اللي انا هوريها لحضراتكم الايام اللي جايه ما كانتش بتظهر. طب خلاص مش عايزين كلاتنبرج، كان بياخد فلوس كتير او دولارات كتير، بلاش كلاتنبرج، ولكن ما تعملوا زي ما كلاتنبرج كان بيعمل. لو حد عنده الشجاعه يعمل كده وتسمعونا ايه اللي دار ما بين كابتن محمود البنا وما بين حكم الفار كابتن احمد الغندور على ما اتذكر في مباراه الاهلي والزمالك، ولا دي صعبة؟ الله يمسيك بالخير يا كلاتنبرج، الله يمسيك بالخير. حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها وبيبقى زعلان الحقيقة على هذه الأمور. زي ما قلت لحضراتكم إن احنا مش عايزين حاجة من حد، ولا أنظر لشيء، ولا يفرق معايا. انا اللي يفرق معايا حاجه واحده فقط، ان النادي الاهلي بيفوز وجمهور الاهلي مبسوط. انا ما بيفرقش معايا، انا اسلام يعني ما بيفرقش معايا حاجه تانية خالص. ولكن كل ما نريده هو العداله لكل الفرق، العداله لكل الفرق، لكل الفرق مش للنادي الاهلي. ما تقوليش الاهلي كسبان فمش هحسب له ركله جزاء، اصله كسبان خمسه فمش هحسب له ركله جزاء. كل ما نريده هو العدالة، والنادي الأهلي ببيانه بيحذر من الآن قبل بداية الدوري الجديد اللي في نص تسعة، بناء على كلام الحاج عامر حسين اللي بالمناسبة أنا بحيي هذا الرجل الحاج عامر حسين. هتقول لي مش عارف إيه، في حاجات بقى أحيي هذا الرجل، لأنه الرجل هذا الرجل رجل خبير، رجل خبير في شغلانته وعارف هو بيعمل ايه ولمصلحة كرة القدم في مصر. خلي بال حضرتك، فأنا بحيي الحاج عامر حسين. الدوري الجديد هيبدأ في نص تسعة، عايزينك بس عايز حضراتكم تبقوا تفتكروا. هات يا سمير الجواب بتاع النادي الأهلي، بيان النادي الأهلي على الحكام النهاردة اللي هو اتعمل امبارح ولا النهاردة؟ امبارح. بيان النادي الأهلي كان بتاريخ 15/7، الدوري مش هيبدأ قبل 15/9، قبل بداية الدوري القادم بشهرين. النادي الأهلي بيحذر وبيطالب بتطوير أداء الحكام وحكام الفار. هنرجع بعد شهرين أوري حضرتك، أعمل لحضرتك الحلقة دي تاني بعد شهرين. وكالعادة شفت فيديو أهو، الأهلي يطلب من اتحاد كرة القدم الاهتمام بمنظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد. ابقوا افتكروا الحلقة دي لان قبل الموسم الجديد هجيب لحضرتك البيان ده واوريه لحضرتك ونتكلم في ماذا حدث. من الممكن جدا ان يحدث تطوير خلال الشهرين اللي جايين. ايوه يا فندم ممكن يحصل لو خدنا بالحاجات اللي بيقولها النادي الاهلي في بيانه، ان كل الحكام محتاجه تطوير، ولكن كلنا في ظهر حكامنا المصريين. يا للناس اللي بتعترض على البيانات اللي بيعملها النادي الاهلي، افتكروا حضراتكم البيان ده يوم 15/7 امبارح، بعد شهرين ولنا عودة بعد شهرين.